انا ما اعرفوش. هما نجوم في المجال الرياضي، كورة، مصارعة، سكواش، إنما لما دخلوا مجال التمثيل الناس كلها اتكلمت عليهم وعلى تمثيلهم. في اللي اتقال عليه لوز، واللي اتقال عليه موز، واللي اتقال عليه بلح. بص يا أبو كباتن، شرفنا ألبس فانيلة نادي الزمالك زي ما لبست فانيلة النادي الأهلي، بس يا ريت جماهير مصر كلها تعرف إن أنا ما بجيش ورا الفلوس ورا الشهرة. اختراق نجوم الكرة لعالم السينما بدأها نجم النادي الأهلي المايسترو صالح سليم، اللي مثل للسينما 3 أفلام كان أشهرهم طبعا الشموع السوداء. الفيلم حقق نجاح كبير وكمان نال إعجاب النقاد واقتنعوا بصالح سليم كممثل، على الرغم من إن المايسترو قال بعد كده في تصريح ليه إن أحسن حد مثل في الفيلم ده كان روي الكلب. مش ضروري تفهمي حاجة، مش ضروري تنسي نفسك هنا. مين إداكي إذن إنك؟ المفروض إني بس لازم تعرفي إنك بتاخدي ماهيتك على اللي أنا عايزه مش على اللي أنت عايزاه. اخرجي برا. كمان حارس المرمى الشهير عادل هيكل كان ليه دور في فيلم من اشهر الافلام الكوميديه المصريه اشاعه حب. هو كانت معظم مشاهده يا بيبرق فيها يا بيغمى عليه، وما شفناش ضحكته غير لما وشوشته هند رستم في اخر الفيلم الله اعلم قالت له ايه، بس كان دور الناس كلها فاكراه لغايه دلوقتي. اهلا وسهلا، تشرفنا. اتفضل بقى حضرتك الاستاذ حسين. ايوه بس انت مين؟ مش مهم. مش بتقول انك صاحبي؟ بقول لك مش مهم. السلام عليكم يا بابا. وحش افريقيا جون الاهلي في السبعينات اكرامي، اللي مثل كذا فيلم كلهم كانوا افلام كوميديه، بس اشهرهم طبعا يا رب ولد ورجل فقد عقله. رفعت قضيه على ابوك. قضيه ايه؟ قضيه حجر. نعم اخويا. المحامي اكد لي ان احنا هنكسبها، انا وانت هنبقى اوصيه على ابوك. واذا خسرنا القضيه هيطلق امك وتردنا من البيت. هيطلق امك وتردنا من البيت. والله يخرب بيت. حنجرة السينما المصرية. لاعب النادي الأهلي الشهير شريف عبد المنعم اللي اقتحم السينما بعد اعتزاله الكورة، ومثل حوالي 10 أفلام تقريبا كلهم سقطوا بسم الله ما شاء الله، كأنه كان بينقيهم، والجمهور كله فاكره كويس بالسؤال اللي محدش جاوبه له لحد دلوقتي. نفسي أعرف أنت فاكرها ليه؟ فاكرها ليه؟ أنت فاكرها ليه؟ فاكرها ليه؟ زي ما برا كانوا فرحانين قوي بافلام سيلفستر ستالوني وفان دام، احنا كمان كان عندنا افلام الشحات مبروك ويوسف منصور، ترابيس السينما المصريه. الاولاني بطل العالم في كمال الاجسام، وكمان كان بطل افلام الاكشن في الثمانينات والتسعينات. تناوي على ايه؟ بعد ساعتين الاتوبيس ده هيبقى بوم 100 حته باللي فيه. اما التنين الاسمر الخارق للغلاف الجوي يوسف منصور فهو لاعب كونغ فو وصاحب اشهر شنب واشهر صرخه بايكو في السينما المصريه. وكانت ليه لازمه انه كان لازم يدغدغ ديكور افلامه في اخر مشهد في الفيلم كنوع من الاحتفال تقريبا. في الكام سنه الاخرانيين ظهرت افلام زي علقه موت والزمهلاويه اللي ضم عدد من نجوم الكوره في الفتره دي، بس الفيلم ما حققش نجاح كبير. واضح كده ان في مشكله بين الرياضيين والسينما من زمان لحد دلوقتي، بس على الرغم من كده فعلا الافلام اللي مثلوها مش ممكن حد ينساها. لا يا عمي، الرجل من قال ها انا ذا ليس هذا ابي ولا هذا عمي او هذا كل تشاي. محمد سماحه، كلام تاني.